الحديقة القرآنية حديقة تخصصية من ضمن 220 حديقة عندنا في إمارة دبي، افتتحناها في سنة 2019. هي فيها حاليا وجهتين داخل الحديقة اللي هم البيت الزجاجي وكهف المعجزات، بالإضافة إلى مجرى سيدنا موسى. الحديقة هاي تميز بطبيعتها، أن النباتات الموجودة فيها هي نباتات مذكورة في القرآن الكريم والواردة أيضا في السنة النبوية، بالإضافة إلى أن فيها 7000 شجرة تقريبا في الحديقة هذه. من افتتاحها في سنة 2019 تقريبا زارها ما يقارب 5 ملايين زائر في الحديقة هذه، ودخلت من ضمن الوجهات المميزة في الإمارة. عدد الزوار في أول سنة استقطبت فقط 1 مليون زائر. الحديقة هاي تفتح أبوابها من الساعة 10 صباحا إلى 10 مساء، أما كهف البيت الزجاجي يفتحون من الساعة 12 ظهرا يوميا. معظم المحتوى الموجود في الحديقة القرآنية كان بالتنسيق مع الشؤون الإسلامية والعمل الخيري من حيث تدقيق المحتوى والمواد العلمية الموجودة فيها. القصص الموجودة في الكهف كلها قصص قرآنية تتحدث عن الأنبياء، في كل زاوية قصة من قصص الأنبياء، انتهاء بأصحاب الكهف والقصص الثانية. فبالتالي المعلومات اللي يحصل عليها الطلبة سواء في الزيارات المدرسية أو في الجولات الميدانية هي معلومات فعلا تخدم في مواد الدراسية وتخدم أيضا في حياتنا العملية.